الى الخطوة الثانية وهي قراءة من هيئة ابن الحكيم. والثالث الذي يقرأ لنا ما تيسى له من القرآن هو طالب رضوان الله. الوضوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسق فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمد ربك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. الله أكبر. كبير الله. الله أكبر. آيات بحق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف في القدم لم تقتر بزمان وهي تخبرنا عن المعالي وعن عالي وعن إرم. شكرا جزيلا لقارئ القرآن جزا الله عنا خير الجزاء. قولوا آمين. آمين. إن شاء الله الآن ننتقل إلى الكتب الثانية وهي التعريف بموضوع المحاضرة وكذلك نذكر أسماء المشاركين في هذه المحاضرة وتكونون أمام الأساتذة. هناك مكان لكم
في أمام الياساتين وأتى بصفي الثالث الثانوي أكتب آدم مبارك تقيم العام آدم مبارك وطالب داود إسحاق يوسف فتي أفالس أفالوي أذكر في صفي أفالي أفالوي سليمان أجيبالاتو سليمان أجيبالاتو أين هو؟ قال ناصر الدين إبراهيم الأول الثانوي داود مصطفى أحمد عبد الرزاق ألا ملك الثالث العلادي مصطفى جمع ثالث العلادي علي الثالث العلادي با مصطفى الدين يوسف الصف الثاني الآن نتعرف بموضوع المحاضرة نرحب بكم مرة أخرى إلى هذه المحاضرة العلمية الثقافية وموضوع المستوى الطلابي بالأمس واليوم مشكلات وحلول المستوى الطلابي بين الأمس واليوم مشكلات وحلول هذه المحاضرة وضعتها اللجنة الثقافية في هذه الكلية المباركة وهدف هذه اللجنة هو رفع المستوى الطلابي في جميع المراحل العلمية سرا ونصرا فكرة واسلوبا هذا هدف هذه اللجنة الثقافية التي وضعت هذه المحاضرة والآن نذهب إلى مكتب اللجنة الثقافية في هذه الكلية وأذكر أستاذنا الجليل الشرعي الأستاذ إسحاق عدالة أدام الله حياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونتكل عليه من في جميع الأمور كلها والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآل عاله وصحبه وسلم بعدها في بالهم أرحب إلى هذه الحلقة العلمية المباركة أو الميمونة فضيلة العميد قولوا أدام الله آياته الدكتور فوزي آدي فازات أدام الله آياته ثم أرحب بنائبي الإداري المتمثل في
بشخصية الأستاذ عبد الرحمن قولوا أدام الله يا أدام الله. وإذا ذكر شيخ من المشاهد تكثر وترافعوا هذا رضي الله تعالى عنه أو الله العلماء وهو مصادر الأمة أدام الله يا أدام. ثم الشيخ الصائبي أو أقول الصائبي المصريش المصريش جزاه الله كل خير. الأستاذ عمود فكري للكلية الشيخ زكريا وإلى شيخين ضيفين لا أقول ضيفين بل أقول ضيفين أنتما أصحاب المنزل أصبحنا ضيافكم جزاكم الله كل خير. الأول الشيخ محمود والثاني الشيخ عبد الناصر جزاكم الله كل خير. أنا شخصيا مسرور في هذا المساء المبارك أن أكون أحد المشاركين أو أحد الحاضرين في هذه الجلسة الميمونة وأصالة رأيي ونيابة عن اللجنة الثقافية العريقة أقوم بإلقاء كلمة وجيزة عن الموضوع وعن أهمية هذا الموضوع وعن سبب وبهذا الموضوع أو إقامة هذا الحفل المبارك. أما الموضوع فهو معروف لديكم فهو المستوى الطلابي بين الأمس واليوم مشكلات وحلول. أما المستوى الطلابي فليس بأمر خفيف عنكم وعن كل ذي أكل ولب ولا سيما الذي تصفح الكتب المكتوبة القديمة أمثال الشيخ كتاب الذي ألفه شيخنا آدم عبد الله العلوري رحمه الله حيث قال فيه الشيخ وأثبت مجهودات العلماء الأباكرة العلماء الذين درسوا الطلاب بالكثافة ونبغوا ومهروا في هذه العلوم بشتى الفنون من قراءة وتجويد وما إلى ذلك. فالأفواج أو الفوج الأول الذين تخرجوا من هذه المدارس لم يلد الزمان أمثالهم ولم تخرج كلية من الكليات أمثالهم. لذلك أثبت لنا وأكد لنا الدكتور البروفيسور باكي بكتابه المدارس العربية أن دار العلوم خرجت رجالا منهم بروفيسور بادموت خرجت لنا رجالا كثيرا ليس في الزمان أبطاله حتى يومنا هذا. فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التداول وما هي الأسباب التي أدت إلى التقافر؟ لذلك أقيمت هذه المبادرة العلمية لسد هذه السبل لتكون هذه المحاضرة تلبية لحاجات الطلاب ويكون فيه إشباع الطلبة الذين كانوا وأبدا يشتاقون إلى العلم ويريدون أن يرتووا من بحار العلوم الفياضة. أما عن المدير فالمدير فجزاه الله كل خير آمين عن هذه المبادرات لأنه لم يزل في كل عام وفي كل لحظة يتفكر عن تقدم هذه الكلية وعن هوية والحيوية العلمية في هذه الكلية ولا سيما في العالم كله. أما المحاضرة بالنسبة للطلاب فهذه المحاضرة في صالحكم فهي التي تغذيكم الأقول فهي التي تزودكم الأفكار فهي التي تفتح أمامكم الآفاق الواسعة فتكون أنت في عالم القراءة في عالم التعليم فكأنك أستاذ بينما أنت لم يزل طالبا. فعليكم الجبر والمثابرة
لتكون رجلا من أشجع الرجال في جد وفي أقرب وقت ممكن. وفي الأخير أود أن أسدي يد الشكر إلى العلماء الأجلاء والأساتذة بلا استثناء على هذه المبادرة وعلى هذه المساندة. جزاكم الله كل خير. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبر الله. الله أكبر. كبر الله. الله أكبر. شكرا جزيلا للأستاذ الشيخ إسحاق أجالة أداب الله حياته لكلمته الوجيزة. الآن نسمع كلمة رئيس الجلسة وهي كلمة حميد مهدي الكلية الشيخ الأديب المحترم الدكتور محمد فوزي هادي فعزازي. أدام الله حياته. نسمع من كلامه الفصيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المصريان، الشيخ عبد الناصر والشيخ محمود حفظهم الله. آمين. والأستاذ عبد الرفيق الساليجو أدام الله حياته. والأستاذ إبراهيم نور الدين أدام الله حياته. والأستاذ زكريا أدام الله حياته. والأستاذ أجالة أدام الله حياته. وجميع الأساتذة الكرام أدام الله حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذه الجلسة العلمية المباركة التي أيقظنا الشيء المدير لإحياء هذه الجلسة وإيقاظ اللجنة الثقافية علما بأن فضيلة المدير دام الله حياته والذي دعانا في نقاط اجتماع في يوم الثلاثاء وقلنا أن هذا ذلك الاجتماع لم يكن اجتماعا لتشكيل لجنة جديدة بل اجتماع لتنبيه اللجنة الثقافية على أعمالها التي لم تكن متواصلة كما هي من قبل. ولأجل هذا اجتمعنا واتفقنا على هذه الجلسة. ثم رئيس اللجنة الثقافية وأعضائها أعطتنا
الموضوع. وذلك الموضوع الذي ذكرها او ذكره ايش اسمه الطالب الرائد. الموضوع الذي وضعه الاستاذ عجالة قال او استاذ الديالي او تقول اللجنة الثقافية بصفة عامة. لجنة ثقافية بصفة عامة. نعم هو المستوى الطلابي بين الامس واليوم مشكلات وحلول. وهذا الموضوع لا بد من المشاركين ان يشاركوا في هذا الموضوع مشاركة يعني فعالة حتى تشجعون زملائكم الطلبة. واتمنى لكم يعني دوام التوفيق على مشاركتكم في هذا الموضوع. ونسأل الله للجنة الثقافية أن يوفقهم الله على هذا الجلسة العلمية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبر الله. الله أكبر. شكرا لعميد الكلية لكلامه الوجيز نفعه الله بالحسن والصحة. آمين. كل آمين. آمين. بدون إطالة الوقت الآن قد وصلنا إلى تتمة هذه الجلسة وهو إلقاء المقالات. والملك الذي يبدأ بمقالته هو بالشرف الثانوي وهو النقيب العام اسمه آدم مبارك. عليكم بالسكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو دفاعي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوا عليه وعلى آله وأصحابه آل الوفا. فهذه قصيدة دائية محتوية على الموضوع المستوى الطلابي مشكلات وحلول. أقول شتان بين الفضة والقبة شتان بين الجنة والجنة شتان بين رجال أمس في العلا ورجال اليوم إذ هم ها قدوتي إذ هم قضوا أيامهم في قبس نور رم والتقوت العلم غاية نيتي خدموا شيوخهم خدموا شيوخهم بكل تواضع بذلوا الجهود بشيء خير لملتي. لكننا اليوم جنينا مذمة إلهام نسلب في الدنا يا أمتي فوق السهود كسبت عائل فرحنا كيف الوصول إلى العلوم أحبتي شعر الأغاني فتنة في عصرنا إيقن وفسق
مسكه لي حجتي بوجه بسبوكو والصاب والتبو عشها لنا من نحو صوت بطيكين يا زلواتي نشو الى الافلام والالعاب للاقدام مايو وبركة راس الهمتي هاتي مشاكل عزمنا يا خلاص الهلا هل من حلول يا حكيم ذو رؤيتي ما من حلول او دواء الموادنا الا اتباع السابقين بفتنتي في شاد منهم حجة نحو الهلا ان سرت بالتبني تفوز بدولتي هل يستوي الاعمى وذو البصر اخي شتان بينهما قتول النحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك الطاهور النقيب العام لهذه الكلية وفي مقالته استفدنا بالأشياء في مقالته حذرنا هو في مقالته أن نجتنب من استماع الأغاني كبيسكويت وأيكون وسامي الشعراء وكذلك حذرنا من المباريات كبايو وعسنا وسائل وسائل الآن نسمع من المحادث الثاني من صف الثالث الثاني وهو داود إسحاق يوسف خمس دقائق سماعات العباس الأجلاء وزملائي البارة والضيوف الكرام الحاضرين والغائبين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وعلى علي وصحبه اجمعين. اما بعد فالموضوع الذي اريد ان اكشف عن صاحبه هو المستوى السلالي في الامس بين الامس واليوم مشكله وحلول. قبل ان اتوارد في غبره الموضوع اعلموا ان لكل شيء غذاء وغذاء الروح الحزن ويجب ان تزود منهم بالقدر اللازم على المستوى العالي ولا يجوز الاكتفاء بالقليل منه يتم ما يوسف مني بني فمني ومما من خدا. والان قال تعالى للنبي قل رب ازدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم من المهد الى اللحد فلا خير في طلب العلم للوصول على الشهادة طلب الشهادة في يوم أصدق أول وظيفة كانت وجل الوالي أول وفاد وخدا ثم العرض عن هناك فرق بين طلاب اليوم والعرض بسبب اختلاف كل شيء حول طلاب قد تغيير طبائع الناس وعاداته وأسلوب حياته شتان ما بين حيالنا ودراستنا. قديما يدرس الطلاب حلما ان الحياة لا تسلو الا بالحلم لانه يعلم انه لا حياة الا بالعلم. والطالب اليوم لهم حاجات تنافي حاجات الصالحين. المشكلات التي توجهت امام طلاب اليوم اولا عدم الاكتراث بالعلم وصار ذلك ان اكبر الطلاب يتعلمون لليل الامان ولا يجتهدون غايه الاجتهاد وان ينالوا علوما زهيده يكونون لله باقه
وهذا لا يليق بطالب العلم. وقد قيل نصف العلم فتنة. وأولئي أفضل الناس الذين يدرسون بالعلم نراهم لا يعرفون الدراسة تماما أصول، لأنهم اهتموا بالنيل العملي، ذلك صرفهم عن سبيل المفسدين. فهل أنتم مزدهرون؟ ثانيا، عدم التطبيقات على المدروسات. وهذه المشكلة تبدو من تلقاء الأساتذة كما تبدو من تلقاء الطلبة. وأما التي من تلقاء الأساتذة فقد يرى جدهم لا تثبتون الدروس للطلاب، وتراهم في أثناء محاضراتهم ينقلون من صفعة إلى أخرى. ومن ناحية الطلاب قد نرى أكثرياتهم غفلوا عن قاعدة المعلومة، وهم ينقصون على الأمثلة التي درسوا بها ولا يستنبطون الأمثلة الأخرى دردا لفهم دروسهم. ثالثا، الاشتغال بالزخرف الدنياوي. كانت هذه المشكلة من أعظم المشكلات التي تمنع الطلاب من العلم، وهم لا يخدمون العلم خدمة المستفيد. ومع ذلك يودون أن يكونوا علماء، وقد نراهم يتفخرون بالأشياء العالية كالملابس واستئناس للنساء والأنعام الملكية. رابعا، في كل الأوقات الدراسية. كما علمنا أن الدروس تحتاج إلى طول الوقت حتى يتمكن المعلم أن يوضح للطلاب أسرار العلوم. أفكر في هذا الأوان تجد دراسة للطلاب. خامسا، الاهتمام تمام المقررات. هذا من أضرار المديرات للطلاب العلم، وسبب ذلك كثير العلم بالتلف، وكثير من المعلمين لا يبالون بحوال الطلاب، أن يفهمون الدرس أم لا يفهمونه. ذلك أن اهتمامهم الانتهاء من المقررات لا لفهم الطلاب. هذه حلول تلك المشكلات. على هؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون بالعلم أن يدرسوا به وأن يهتموا به غاية الاهتمام، وأن يفضلوا التعطل، لأنه قد قيل ما غاب غاب نصيبه. لله دار الفضل، ما غاب يوما وأمس عن نفسه لن يزيد ينقص علما وفهما حتى يكون بليدا. وعليهم أيضا أن يبتغوا بعلومهم وجه الله، لئلا يتعقب عليهم قول الله تعالى: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تحسبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثانيا، وعلى المدرسين أن يعلم الطلاب بأسلوب سهل، وأن يعتقدوا بالتطبيقات أكثر الدروس، لأن من الطلاب مسيح الفاظ. ولو أمعنوا أن نظر فيما كنتون وجدوها منافيا للطلاب. ثالثا، وعلى طلاب العلم أن يتعلقوا من الأشياء التي أسلفت القول ينفيها بالقصد، وأن يؤمنوا أن طلاب العلم خير الخيرات، ولله دار الله، العلم خير من الدنيا وما فيها، فتنفسوا يا معشر الشباب. سليمان أجدنا كيو إسافي أثاني أخانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى رسل الله أجمعين ومن اعتصموا بحبلهم المتين. أما بعد، فهذه مقالة قيلت لمناسبة الموضوع المستوى الطلابي بين الأمس واليوم، مشكلات وحلول. أقدمها لإظهار بعض المشكلات التي تواجه الطلاب اليوم. لاحظنا أن مستوى الطلاب في هذه الأيام ينخفض إذا ما قيس بمستوى الطلاب السابقين، وسبب في ذلك كما عرف يرجع
إلى بعض الأمور، إلى بعض الأمور منها. أولا، عدم اهتمام التام بالدروس من قبل الطلاب، فإن الطلاب اليوم لا يهتمون في الدراسة مثل اهتمام سابقيهم في ميدان التعلم. ترى كثير منهم لا يحضرون الدروس في الفصل، والذين يحضرون لا يراجعون دروسهم في منازلهم بعد انصرافهم من المدرسة، يستغرقون أوقاتهم ويضيعونها فيما لا يرجع إليهم بأدنى فائدة، مثل مشاهدة المباريات الكروية والمسلسلات السينمائية. ثانيا، عدم المواظبة. كثير من الطلاب في هذه الأيام يأتون إلى المدرسة متأخرين ويغيبون في بعض الأيام من الأيام الدراسية، مما يسبب فوات بعض الدروس ويؤدي حتما إلى عدم انسجام الدروس، وثانيا تؤثر في مستواهم العلمي. ثالثا، سماع النغمات والأشعار الفاسدة ومشاهدة أفلام الماجنة أو العارية على القنوات والشبكات المعلومات العالمية إنترنت سلاح ذو حدين، فيها المعلومات النافعة كما فيها من المفسدات ما لا تعد ولا تحصى. فبدلا من أن يستخدمها الطلاب في اقتناء المعلومات النافعة، فهم يستخدمونها في مشاهدة هذه الأفلام العالية التي من شأنها أن تلهى العقول. قال تعالى: من الناس ومن الناس من يشري لهو العبيد، إلى آخر الآية. رابعا، عدم المطالعة والمراجعة. قليل من الطلاب الذين يحضرون المدرسة ويواظبون في دروسهم، معظمهم لا يراجعون ما أخذوه من العلم إبان رجوعهم إلى منازلهم، مما يأتي أخيرا عدم فهم هذه الدروس فيصعب عليهم رفضها وضبطها، ولهذا ينصبون في الامتحانات. خامسا، عدم الانتظام في قبول الطلبة. إن بعض الطلاب يقبلون مثلا في الفترة الثانية أو الأخيرة بعدما قد فاتتهم بعض الدروس، فهذا أيضا يؤثر تأثيرا سلبيا في مستواهم العلمي. أقترح بهذه المشكلات ما يأتي من الأولول: أولا، متابعة حضور الطلاب ومواظبتهم من قبل المعلمين. ثانيا، إقامة التمارين من حين لآخر، وإعطاء الواجبات المنزلية للطلاب وتسهيلها أقدر. حسبك ناصر الدين إبراهيم، صف الثاني يا ثانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، رضوان الله ورحمته على أصحابه والتابعين له إلى يوم الدين. وبعد، إن الموضوع الذي جرى عليه قلمي وهو المستوى الطلابي بين اليوم والأمر مشكلات وحلول، وما أدراك هذا. هو الميزان الطلابي الذين تعلموا العلم بالأمس وبين الذين يتعلمونه اليوم، والسؤال هل كان بينهما فرق؟ والجواب نعم، بينهما بين بعيد ولرأناه قريب، لأنه حصل عين العلم مثلنا اليوم. فما المشكلات التي تسببت هذا وحدودها؟ فحي على الجلوس والسماء. فإن المشكلة الأولى هي عدم إخلاص النية. يستتف أكثر العلماء كتبهم بحديث عمر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هدى إليه. رواه إمام المحدثين. فإن علة افتتاحهم بهذا الحديث هو أنهم يحثوننا على الإخلاص. فطلاب الأرض
تعلموا العلم وهم يقصدون رضوان الله ومقامة العليا في جناته العميد، ولم يطلبوا علمهم لاكتساب الأجر من الناس، ويقولون للناس حينئذ: إنا لا نسألكم عليها أجرا، إنا لا نسألكم عليها أجرا، فإنه لذكرى للعالمين ولا ليمار به السفهاء، ولا ليمار به السفهاء، لأنهم قالوا: سمعنا وأطعنا ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من تعلم علما لغير الله أو أراد له غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي. الثانية: كثرة العجل وتضعيف العزيمة. فقد كان معروفا لدى أولي الألباب بأن قبل وصول على سعادة هناك ابتلاءات والنقود والبلايا الذي كان على سبيله، وأن طريق المستقيم ممنوع بالضلال والوجع، ولا ينهى بها إلا صبي وطلاب العوز صبروا على ما هم في طلب علم حتى أتاه نصر الله وفتحه، ونحن اليوم نتعجب شديدا وما لنا عليه من سلطان. نريد أن نبتم عمل سنة في يوم واحد، ومما نريد أن نكون كعلامة ليلوري. فالسؤال على ذلك: الأصلص ليلوري علمه يوما. الثلاثة: كثرة الفساد في زماننا هذا، فهو الذي صجر قوة الحفظ ضعيفا. وشعيرة من شعائر العلماء الحفظ، إن طلاب العلم ضبطوا العلم والنصوص، ونحن اليوم نحفظ الغناء والمدحكات الأباطي. فضل العشر الآن حفظ القرآن ثم يتأخر الصوم. فضل العشر اليوم حفظ فصوم وسعيد الأول الصالوي. الملك الأول داود مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي برحمته يؤتي العلم من يشاء حيث يكون، يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتدع من أولي الألباب. والصلاة والسلام على الفاهم طلب العلم فريدتنا على كل مسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه الذين يسلبون زيادة العلم لإصلاح الدين. نعم، فتجدون أمامكم لأن أبرز من في بالي حال الموضوع الذي وضع لنا إدارة دار الكتاب والسنة في هذه المحاضرة العلمية، هو المستوى الثلاثي بين الأمس واليوم: مشكلات وحلول. فقبل الدخول في النقطة أفسر لكم مفهوم هذا الموضوع. فالمفهوم هو كيف إدارة الطلاب كيف استطاعت طلاب الهمس واليوم العلم ورسوخ خلالهم فيه، وما المشكلات التي تجاهل طلاب اليوم وماذا يكون ظهورها. إذا نظرنا في تاريخ طلاب الهمس نجد أنهم يستمدون جدا للعلم ويطلبون العلم بالنيات الصحيحة حتى لا يفي إلمامهم بمقدار جدهم وليس لعجزة الاتهام الذي كان مبلغ طلاب اليوم. مثلا ماذا نقول عن الإمام الشافعي والأئمة الباقية الذين يرون الحديث من هنا وهناك من بلاد إلى بلاد أخرى؟ فهل يمكن أن نقيسهم أو أن نمثلهم بطلاب اليوم؟ وعن ذلك بعيد ننظر إلى الشيخ رحمه الله ماذا نقول عنه؟ وفي عصرنا هذا لم هو عالم إلا أنه يستفيد من معلوماته ويجهز قنطرة من قناطير العلم بكتبه. قال ناسيف الجازوت: مضت دول العلوم سهل كدما وقامت دولة سفر الرقاب. نعم، وما المشكلات تواجه طلاب اليوم؟ فقد قسمت هذه المشكلات الى قسمين: اولا
المشكلات الخارجية وثانيا المشكلات الداخلية. كان المشكلات الخارجية هي ما يلي: أولا أعداء الإسلام ورعساء أئمة وطننا هذا مرض أنهم لم يجعلوا أحدا معروفا لكل طالب العلم العربية بعد انتهائه من دراسات العليا كما جعلوا للدراسات الغربية. ثانيا كثير من الناس فضلوا دراسة الغربية على دراسة العربية، ولأجل ذلك يدرك ويسلم الطالب إذا لم يجد المساعي. ثالثا كثرة المراد، وقد قال الإمام الزيوني حول ذلك إنه يقول: حفظ عرفين خير من سماء وقعين، وفهم عرفين خير من حفظ وقعين. هذه من المشكلات التي تتعارض الطلاب. وفي القسم الثاني المشكلات الداخلية هي أيضا كثيرة، منها ما يلي: أولا قبر النية لطالب العلم، والله بعض طلاب اليوم لم يجذبوا العلم لله ورسوله، وإنما يطلبون لعلي فرصة قيمة الإمامة إذا كان يسمى تواجدونها فيما بينهم. فمثل من كانت نياته كهذا يطلب العلم لأن يقلل بساد الإمام في بلادهم. ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعمل بالنياز بينما المؤمن من نوى إلى آخر الحديث. ثانيا الكسل، كثير من الطلاب اليوم يكسرون عندما وجدوا أنفسهم أمام الكشوف. أنت بو كويس نوي. نسمع الآن من ملكي الخامس أحمد عبد الرزاق. السلام عليكم. الله يليق عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا نبي وحده والنبينا والتابعين له بإحسان إلى يوم لا مرد له. فالأحسن أن أقدم إليكم تحية إسلامية كجبة التي أسمها ثابت وطرنا بالسماء، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والموضوع الذي في أمامنا الآن هو مستوى الثنائي بين الأمس واليوم، مشكلات وحدود. قدر الخير يا سميم الكرام، ليكن معروفا لدى الكل أن مستوى العلم هي وغير هذا بعيد عن مستوى الطلاب في الأمس، وله أسباب وهي كالآتي: في الأمس يعرف الطلاب حقيقة هذا العلم وعندهم الجهل والمبادرة، ولكن اليوم فكثير من الطلاب لا يعرفون حقيقته بل يريدون ويطمعون للآخذة بدون النية الصالحة ولا الشهادة، وهذا العلم لا يبني إلا بالجد. ثانيا إضاءة الأوقات في تويتر وفيسبوك وما إلى ذلك، ومشاهدة المظاهرات مثل قوة القلم ودفع الأموال قليلا كان أو كثيرا، ولكنهم لم يشروا كثيرا من كتب دراستهم، من أن هذه الآية لا يرفعنا أحيانا فعزانا مرتبات إن الطلبة من أكثر من الدرس، وما هذه يزدنا عن سبيل الله، ولا سيما العبادة التي قلتنا لأجلها، وهذا لا توجد من قبل، ومنها التي لا حل لها حتى الآن. حسبك. إبا. الملكي السابع الصفي الثالث على الإعدادي ألف مصطفى جمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يجعل أساتذتنا الأحزاب، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فالموضوع المختار في هذه الجلسة المباركة هو المستوى الطلابي بين الأمس واليوم، مشكلات وحلول. أولا أفسر الموضوع، وهو الفرق بين درجة الطلاب اليوم والطلاب السابقة، ما أشكل طلاب اليوم وما حلول الإشكال
أما مشكلات التي صرفت الطلاب اليوم عن تعليم العلم الصحيحة كثيرة، منها النية الصالحة، إذ النية أصل كل شيء بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، رواه الإمام المحدثين. ومن فقد النية الصالحة يفقد أجر صالح، وكذلك فقد الطلاب اليوم تقوى الله الذي هو لجام طلاب الأمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. منها عدم بذل الجهد للعلم والاطمئنان على العيش مسره او يسره، وكذلك عدم الرجاع قبل مجيء الامتحان، لان الطلاب اليوم تقرا وتراجع الكتب في موسم الامتحان فقط، إذ لا يليق بالطالب المجيد الذي يرجو أن يكون مثل العاملين السابقين. ومن المشكلات عدم مراعاة المواعيد النحوية والصوتية بين الطلاب اليوم التي كان مفتخرا بين الطلاب الأمس. لقد فقد الطلاب اليوم التودع والخدمة لمن يطلب منه العلم كما فعلتها أولئك الطلاب السابقة، لأن هذه الخدمة والتواضع واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا للعلم السكين وتوضعوا لمن تتعلم منه. وقال شاعر: العلم من شوقه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه. حسبك. الملك الثامن والأخير بصفي طالب العلاج باء مفتاح الدين يوسف. الملك الثامن والأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الإنسان بالعقل والعلم، وصلوات الله وسلامه على النبي الأمي علمه الباري وأدبه وعلم العالمين العلم والأدب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم التغاب. أما بعد، أقوم أمامكم أنافسي موضوع المحاضرة اليوم: المستوى الطلابي بين الأمس واليوم، مشكلات وحلول. مستوى مفعول كلمة استوى، بمعنى حالة الشيء أو درجة بالنسبة إلى آخر. وصدق الله عز وجل في محكم تنزيله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقد صرفت المشكلات على المستوى الطلابي في اليوم أكثر وعدها من طلاب الأمس، وهي أولا قلة الاجتهاد، ثانيا ود الدنيا وملذاتها، ثالثا عدم تنظيم الوقت، رابعا حب النساء، خامسا التقليد، وسادسا الانفجار السكاني. اولا قلة الاجتهاد، نرى ان الطلاب اليوم قليلون في الجد ولا يتفوقون كما فعل أسلافنا وطلاب الأمس، إنهم مجاهدون في سبيل العلم ويفوزون، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقيل: من طلب شيئا وجد، ومن قرع الباب ولج. وقال شاعر: الجد يدن كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
حسبك. وقال ايضا الجد يفهم كل باب مغلق والفصل يغلق كل باب مستحيل، ولكن طلاب الامس يجاهدون على طرق متنوعه لوجود المعرفه والعلم منها السهر. وقد اشار الله لنا المجد والفضل لمن تتجافى جنبه عن سريره بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلى النفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. من اجل ذلك طلاب الارض يسهرون على الخير ومنفعه ويدعون ربهم الى اخره. جزا الله اكبر. شكرا جزيلا للمشاركين في هذه المحاضرات العلمية حفقاتية. ظننت انكم تمتعتم بهذه المقالات، وان شاء الله لعموم الفائدة انا افسر لكم من الحجج التي نعم يوم الفائدة عشر يوبا فاتي وبلا بوا موضوع اسمه موضوع ونبي المستوى الطلابي من الأمس واليوم مشكلات وحلول. أبو تيني أكا قواتي أتنا عارت أنا لابو قول عمجي جوا كانوا تلاولون عمجي وانا أولي أوشي لأبا أتبا سولوشن ولا لفروفايد فا بروبلم سي يتوما موضول أما توتي كولانا ما لا أشري كيو توكي توفي مكيو awata keule ni ba raje ke tata o fi mo keu problem si wo lo sele solution ale provide fun to ko ba ti o ti so lati ogo o je ko yo pe a problem ka ni a ko ni pe aniya tu aniya agora po wa aniya o da agora po wa ka ta ke ka ke o tan ka wa ta ta pa wa fa ka ti gbo adugo to ra je wa keu itori ele ile bi o le mo keu. إلا
صرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راتب صائر الأساتذة. أريد التعليق فقط والتحقيق. ورأس كل هذه المشكلات هو عدم التقوى الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ويعلمكم. ومن اتق الله يزيده الله في العلم والفهم. هذا سبحانه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما وجدت في هذا الأب هو أن أن جلنا اليوم قد درانا الدراسة الإسلامية الغربية يعني الدراسة الحكومية. مما قلت هو يعني التوضيع النهج يعني سيلابوس المقررات في دراسة الإسلامية. ما رأيت شيئا الذي يحتاج إلى المقررات لأن المتقدمين لم يحصل علومهم كذلك، يعني هؤلاء فقدوا علومهم يعني بكل اجتهادهم بدون مقرر. حسب التعليق من الطلبة دقيقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق على هذا الموضوع. ذكرت لما عندما كنا في صفي أفعلي على العلاج هناك كتاب المسمى دين نوادي كل كلمة رأينا ذلك كتاب صعب جدا. ولما كلم ذلك كلمنا المدير حفظ هذا الكتاب أتعبنا نفسنا صعبا جديدا حتى عرفها وفهمها كل واحد منا. يعني المدير قال لنا إذا لم يعرف هذا الكتاب جيد لا يمكنه أن يحضر كتابة أن يكتب الامتحان الشهادة. ولذلك أتعبنا أنفسنا على معرفة هذا الكتاب. والذي أقول أنا هو تكليف بعض الأشياء على الطلاب لأننا كعادتنا لو نريد إذا لم نجد تكليفا لا نعمل كيف نعمل. ولذلك الذي أنا بعدك الذي أريد أن أظهر هذا ما أنا. شكرا. في الفصل الأمس نناقش بيننا هل سقط الزمان تسريب الزمان هو في مشكلات هذه في مشكلات المستوى. نعم. وأريد أن أسأل هل هو من أو لا الصف الزمن نعم. أي تعليقات؟
الآن نسمع التعليق من الأساتذة. التعليق من الأساتذة الأجلاء. وإذا هو التعليق الحمد لله الهادي الى الصواب والملهم الى الرشاد والفاتح على عباده المتقين فتوح العارفين وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد أدخلتم في هذه اللحظات السعيدة السرور على قلوبنا. الله أكبر. نعم، فأنتم معشر الشباب وأنتم السادة الأساتذة وعميد هذه الكلية ومديرها أيضا أعاده الله سالما غانما. آمين. قد جعلتم والله الشيطان ييأس أن يعبد في أرضكم هذه، فيكفي أنكم اجتمعتم في بيت كريم من بيوت الله سبحانه وتعالى تتذاكرون وتتدارسون أمور هذا الدين الجديد بالرغم ما تجدونه من صعوبة في معالجة اللسان الأعجمي عن اللغة العربية، ولكن بعضكم قد تفوق على أهلها أنفسهم. ونحن هروبا من كلمة أنا درسنا الطلاب عندنا الذين ولدوا وتربوا على اللسان العربي، ولكنهم يهربون ويسارعون بدلا من المسارعة إلى البر والتقوى كما يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة نجد الكثير حتى لا نصيب الجميع يسارع إلى الدنيا، ولكنكم أنتم قد قيض الله بعضكم او كثيرا منكم لحمل لواء هذا الدين الجليل الذي يجعل الناس سعداء في الدنيا والآخرة معا. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم يئس الذين كفروا